مكان. الصانع المصري معروف ومشهور عنه بالفهلوة والقدرة على أنه يعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. في دول كثيرة لو تعرضت سيارتك لخطة أو لحادثة أو بتحتاج إلى رد، فالمسألة تحتاج إلى أن تكلفك أموال كثيرة وتحتاج إلى أن تذهب للتوكيل والمصنع وتنفق ميزانية كبيرة. لكن لأن المصريين بيتحايلوا على أشياء كثيرة وبيغزلوا برجل حمار زي ما بيقولوا، ففي أماكن في مصر اشتهرت بأنها قادرة أنها تصلح كل حاجة في سيارتك، حتى لو اضطرت انها تركب لك عربيه جديده للعربيه القديمه. عن مدينه الحرفيين التي اشتهرت بهذه الصناعه وفيها ذهب واليها ذهب محمد سعد زميلنا، وتجول في هذه الجوله على ورش تصليح السيارات. نشاهد. سيارات متهالكة قد أصابها أعراض المرض والشيخوخة، وأخرى لم تسلم من حوادث الطرق، جميعها أتت إلى هنا في العناية المركزة، كما يطلق عليها عمالي منطقة الحرفيين بحي السلام من أجل غرض واحد فقط، وهو الاستشفاء. أنا أولاً لما الخبطة شديدة تنزل عند السمكري، لو الخبطة خفيفة إحنا بنعملها عندنا هنا، لو محتاجين السمكري شد الزرجينه خفيفه بتاع الحاجات اللي هي القليله، لو شديده جامد بنبتدي ان احنا نشيل العربيه بكلارك نوديها للسمكري. هات يا عبد الله. بقالي اكتر من سنه كل ما اروح لميكانيكي لفيت بيها ما خلتش، طبعا قطع غيرها مش موجوده اللي هنا في الحرفين هنا. بنشتغل في العربات القديمه اللي هي بتيجي ما حدش بيعرف يصلحها بره اللي في الحرفيين، عربات قديمه جدا بنيجي نصلح، نحل الموتور، نحل سمكره، ابويا، نغير لها كل حاجه في العربيه، بنرجعها زي ما كانت جديده بالظبط من غير اي كلام. معظم الشغل فيها بتعمل من اي حاجه فيها، لو عربيه عايزه عربيه ثانيه بنجيب لها عربيه ثانيه ونجددها، نعملها اكنها زيرو. دقات عشوائية مرتجلة وكأنها تبحث عن إيقاع هارب في ثقب داهم السيارة في واقعة تصادم أو حادث سير، لتشاهد أعدادا ليست بقليلة من جميع أنواع السيارات القديمة والحديثة وأخرى تكاد أن لا تصل إلى معرفة نوعها أو أصلها. العربية بتجيلنا مقلوبة أو مصادمة أو عاملة حادثة من قدام زي ما تكون الخبطة، يعني عامة لما تكون مقلوبة زي كده بنوديها للسروجي بيجي يفورها، لأن العربية ما بتمشيش بتبقى جاية على وجه الكهرباء يجي يفورها، والميكانيكي بيروح شايل الموتور بتاعها، وبعد كده احنا بنبتدي نشتغل في الزراجين بتاعتها، وان شاء الله بعد ما نخلص العربية البوياج يجي يبص على العربية وكده، وبعد كده بيروح واخدها يشطبها ابويا ونرجع نقفلها احنا تاني. تيجي للسمكري الاول هو بيخلصها واحنا بعد كده بنشتغل فيها بعديها على طول كدهان. طبعا بتيجي متفوره زي ما حضرتك شايف كده خالص، كلها على الصاج، ما بقاش فيها حاجه خالص بحيث ان الدهان ما يخشش على الحاجات السوداء ولا الكلام ده كله. تبقى منطقه الحرفيين رمزا شامخا ومثالا يقتضى به في الايدي العامله المصريه، ورساله قويه لدعم الاقتصاد المصري. بيجي لنا سيارات بقى من جميع المحافظات بنصلحها، بتبقى عربيات عامله حوادث ومقلوبه وبنصلحها وبنرجعها على اكمل وجه. هنا الزبون بيتوفر له كل حاجه، بيلاقي ورش، بيلاقي صناعات تشتغل له في العربيه، يلاقي قطع غير متوفره. الدقه والابتكار والاحترافيه في العمل يظل الشيء الذي يميز منطقه الحرفيين هنا في حي السلام، والذي جعلها على مر سنوات واحة الطب الأولى للسيارات في مصر. محمد سعد، قناة دريم.